ولدت سيفين محمد حافظ نسيم الشهيرة باسم يسرى في 10 مارس 1955 في القاهرة في مصر، وكانت الابنة الوحيدة لوالديها، لكنها لم تعش طفولة سعيدة إثر انفصال والديها، حيث أبعدها والدها عن والدتها وعاملها بقسوة، الأمر الذي جعل علاقتها به سيئة للغاية. ومع ذلك أصرت على عدم الاستسلام حتى حصلت على شهادة GSE. بدأت يسرى حياتها الفنية في فترة السبعينيات من خلال مشاركتها في 1000 بوسة وبوسة وفيلم فتاة تبحث عن الحب عام 1977، ليتبعه عام 1978 فيلم ابتسامة واحدة تكفي، وشباب يرقص فوق النار، وقصر في الهواء، والجنة نحت تحت أقدامها، ومايو لبنت الأسطى محمود، وفي مسلسل جحا وبنات شهبندر التجار، وفيلم شيطان الجزيرة، ليتبعها فيلم عشاق تحت العشرين، وفيلم البنت الكبرى وكلاهما عام 1979. وفي عام 1980 اقتصرت مشاركته على فيلم أذكياء لكن أغبياء، ومسلسل الفندق، وفيلم بياضة، وفيلم عمل إيه الحب في بابا، ودائرة الشك، ثم شاركت في مسلسل عام 1981 بدور أمل في فيلم الإنسان يعيش مرة واحدة، وأدت دور شخصية نورة في المسلسل الإذاعي على باب الوزير، كما شاركت في فيلم حكمت المحكمة ودماء على الثوب الوردي، وفي فيلم ليلة شتاء دافئة. أما في عام 1982 فقد ظهرت يسرى في فيلم اعتداء، وفيلم على باب الوزير، وحدوتة مصرية، وأرزاق يا دنيا، والسفاحين، والطأر، ليقتصر ظهورها في عام 1983 على فيلم إن ربك لبالمرصاد، وفي فيلم درب الهوى، وبرج المدابغ، والأفوكاتو. وفي عام 1984 أدت يسرى شخصية عفت في مسلسل الشاهد الوحيد، وشخصية زينب في فيلم لا تسألني من أنا، كما كانت لها مشاركة في فيلم شقة الأستاذ حسن، وفي مسلسل سيدة الفندق، ثم أدت شخصية صفية في فيلم الصعاليك عام 1985، ليتبعها فيلم الإنس والجن، ومسرحية بداية ونهاية، وكلاهما في ذات العام. عام 1986 شاركت يسرى في فيلم الجلسة السرية، وفيلم سري للغاية، وكركون في الشارع، والجوع، ووصمة عار، وقبل الوداع، والوداع، والبداية، ومنزل العائلة المسمومة، كما أدت خلال عام 1987 دورا في فيلم سكت الندامة، وعصفور له أنياب، وموعد مع القدر، ولعدم كفاية الأدلة، وبستان الدم، واللعيبة، والتعويذة. وفي عام 1988 أدت يسرى دور هيلين راشتر في الجزء الأول من المسلسل الشهير رأفت الهجان، كما شاركت في الظاهرة التلفزيونية البعد الرابع، وفي فيلم نشاطركم الأفراح، وفي صرخة ندم، وامرأة للأسف، ثم أدت شخصية أمارة في فيلم المولد عام 1989، وشخصية ميرفت في الكابوس عام 1989، إضافة إلى شخصية كوتر في فيلم أيام الغضب، وهو أيضا عام 1989. عام 1990 سجلت يسرى حضورا من خلال فيلم امرأة واحدة لا تكفي، وفي الجزء الثاني من سلسلة مسلسل رأفت الهجان، وفيلم الإسكندرية كمان وكمان، وفيلم جزيرة الشيطان، وصيدة القاهرة، كما شاركت في فيلم الراعي والنساء، وفي الجزء الثالث من مسلسل رأفت الهجان وكلاهما عام 1991، لتشارك بعدها في فيلم الإرهاب والكباب والشرس والماضي لم يعد ملكي وامرأة آيلة للسقوط، وكلها عام 1992. تبعت يسرى مسيرتها عام 93 وشاركت في فيلم المنسي ومرسيدس وضحك ولعب وجد وحب، وتبعها فيلم المهاجر عام 94، ثم حرب الفراولة عام 1994، وطيور الظلام عاد عام 1995، كما شاركت في مسرحية كعب عالي عام 1996، وفي فيلم نزوة عام 96،
في مسلسل حياة الجوهر عام 96، في حين اقتصر ظهوره عام 97 على فيلم عيش الغراب. وفي عام 98 كان لها فيلم دانتيلا ورسالة إلى الوالي ومسلسل أغنية على جسر الأمل، كما ظهرت بدور أمينة في فيلم كلام الليل وبدور عزيزة في فيلم حسن وعزيزة قضية أمن دولة، وكلاهما عام 1999. أما عام 2000 فقد ظهرت في مسلسل أواني الورد وسجلت حضورها في فيديو كليب أوبرة القدس حتى ترجع لنا، ثم أدت دور شخصية جميلة في فيلم الوردة الحمراء، وتوالت مشاركتها حتى اليوم. وفي عام 2018 قامت يسرى بدور مستشارة الأميرة أميرة منصور في مسلسل لدينا أقوال أخرى، كما شاركت في مسلسل الإذاعي رسالة إلى الوالي، إضافة إلى فيلم الشهرة ومسلسل عوالم خفية شاركها البطولة الزعيم عادل إمام. وإذا ليسرى ظهور أغاني بالتعاون مع المغني مجموعة من الأغاني لقد نجاحا كبيرا في الوطني العربي. من أشهر أقوالها إن جزءا من النجاح الباهر الذي حققته سببه الوقوف أمام الزعيم عادل إمام. تزوجت يسرى من المهندس خالد سليم لكنها لم تنجب منه أولادا. أما من حيث ديانة يسرى ومعتقداتها وطائفتها الأصلية فقد ولدت في لعائلة مسلمة. وافقت يسرى لزوجها خالد سليم في قراره بعدم إنجاب الأبناء في هذا العالم المتوحش، وذكرت أنه لو كان عندها ابنة ستطلق عليها اسم كنزي نظرا لمحبتها بنت خالتها التي تحمل نفس الاسم. أصيبت يسرى بمرض في أذنها وحبالها الصوتية فبدأت بتلقي العلاج بالكورتيزون، الأمر الذي أدى لزيادة وزنها بشكل مفاجئ، حيث منعها الأطباء عن الكلام لمدة 3 أشهر مما شكل معاناة لها. اختارها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سفيرة للنوايا الحسنة عام 2006 نظرا لشهرتها على امتداد الوطن العربي ولما قدمته خلال مسيرتها الفنية من أعمال تهدف لدعم قضايا المرأة وتوجيهها رسائل في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والإنسانية، إضافة لمشاركتها في الكثير من الجمعيات الاجتماعية. شكرا على حسن المتابعة. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.